طيب هاي المقدمة حتى تعرف رأس مالك، وهو فضل الصلاة، فضل الصلوات الخمس. نسمع مثل هذه الفضائل. واحد، باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن واحد، ما هو فضل الصلوات؟ واحد، إيش يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما معنى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم، أن من واظب على الصلوات مواظبة حقيقية صحيحة فستجده ينفر من الفحشاء والمنكر، سوف يرى الفحشاء شيء قذر والمنكرات ينفر منها، لو أتيحت له الفرصة لا يفعل. شو رأيك في لك قرض ربوي؟ أعوذ بالله، مش ممكن. في عندك بنات حرام؟ لا 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 لا. في خمر؟ لا 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 لا. في قمار؟ لا 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 لا. نافر، ينفر ينفر. أما اللي صلاته مش على السنة ومش حقيقية، صح لك قرض ربا، والله مش غلط، بدنا نجوز هالولاد، بدنا نبني لهالولاد، بدنا نتوسع، بدنا نحدث هالسيارات يا زلمة، هذا صلاته فيها مشكلة، تأكد ما بيصلي على السنة، أو فيها مشكلة في الإخلاص، في مشكلة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: يا رسول الله، فلان يسرق ويصلي. قال: ستمنعه صلاته.